باشمهندس كابتن عماد النحاس واحد من يعني من الاسامي اللي كانت لمعت الموسم اللي فات، وكان في كلام كتير جدا خلال الفتره الاخيره ان هو يكون متواجد في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر. هل بالفعل حدث اتصالات ما بين اتحاد الكره وما بين كابتن عماد النحاس، او ما بين اتحاد الكره ومجلس اداره نادي المقاولين العرب، ولا كابتن عماد النحاس مستمر مع نادي المقاولين للموسم اللي جاي ان شاء الله؟ هو انا هجاوب السؤال من الاخر مبدئيا عشان كل كابتن عماد يستمر ويتواجد معايا، لكن ما ننكرش ان كان في بعض اتصالات مش هنقول انها بصفه رسميه، لكن في بعض اتصالات تمت، واحنا حافظنا طبعا على بقاء الكابتن عماد، وهو فضل انه يبقى معنا، لان انا شخصيا رايي دايما وبقوله عماد النحاس يرشح مدير فني للمنتخب الوطني وليس مدير عام او مدرب عام، لان حتى لما نحط اثنين مدربين كبار، كابتن كان الكلام قال ان الكابتن ايهاب جلال او كابتن حسام حسن اعتقد لا كان الكابتن ايهاب جلال وهيبقى معاه كان هيبقى معاه كابتن عماد النحاس. طبعا انا يعني بقول مع احترام الكابتن ايهاب وكده راجل مدرب محترم وانا من الناس اللي رشحت المنتخب، ولكن عماد النحاس برضو انا برشحه يبقى مدير فني للمنتخب، لكن مدرب عام لا اعتقد ان ما مش عدى كابتن عماد النحاس المرحله دي، وانا ان شاء الله مستمر معنا، احنا محتاجينه وباين عليه. ومش عايز اقول لك يعني اللعيبه خلال الفتره اللي فاتت دي كانت حالتها يعني قلق، لان بيحبوا عماد جدا صحيح الحقيقه يعني، ومتمسكين به جدا، وهو يمكن كانت احد العوامل اللي ضغطت في قراره. يعني انا بقول لك صراحه يعني لمت اللعيبه حواليه وضغطهم عليه. ما شفتش انت الحقيقه، انا ما شفتش المنظر ده يمكن كتير مع مدربين، شفته مع عماد النحاس لعيبه بطريقه غير عاديه، كانت كاتفه واصرار، وكلهم يكلموني تليفونات وقعدات وبتاع، فطبعا كانت برضو احد الحاجات اللي ضغط على القرار، وده بيفرق جدا برضه يا باشمهندس. يعني هو ده العامل النفسي اللي الناس بتتكلم عنه، والعلاقه ما بين المدير الفني وما بين اللعيبه بتفرق بشكل كبير جدا في الملعب كمان. يعني بتفرق ان انت تكون زي ما حضرتك بتقول دلوقتي اللعيبه بتسال واللعيبه مهتمه بوجود كابتن عماد النحاس، واللعيبه كان عندها قلق وتخوف من رحيل كابتن عماد النحاس، وده اللي بينعكس بشكل ايجابي كبير جدا على اللعيبه داخل الملعب. انا هجاوب حضرتك دايما احنا بنقول الحب هو اللي بيبني، هو اللي بيصنع. صحيح. دي حقيقه. وهقول لك على حاجه بسيطه جدا، كابتن الجوهري اللي عمل تاريخ لمصر طبعا، كل لعيبه كل مصر كانت بتحبه. صحيح. كابتن حسن شحاته اللي عمل تاريخ لمصر كل صحيح. مصر كانت بتحبه طبعا. الحب نتيجه الاخلاق والفنيات، معلش مع احترام الفنيات الكل مش بتاعتي ده، انا فنيات بنختلف ونتفق عليها مش انا اللي لكن صح. انا بقول لك اللي انا شفته من حب، وبديك الامثله دي، اكيد الحب بيصنع المعجزات دي، ونقطه مهمه جدا طبعا في اي مجال عمل. انت لما تبقى رايح الصبح بتحب العمل، كان العمل بتاعك بتؤدي يعني.